احنا ان شاء الله تلاقينا اليوم باش نحتفلوا بالابطال ديال المغرب، ابطال ديال افريقيا، الابطال ديال العالم في مسابقه الذهنيه القراءه السريعه والخرائط الذهنيه، فالمسابقه العالميه ديال القراءه السريعه والخرائط الذهنيه اللي المغرب شارك فيها اول مره كفريق، والحمد لله توفقنا والمغاربه ديالنا الوليدات كاملين وحتى حتى حتى الفئه ديال البالغين اللي شاركوا توفقوا انهم تكلاصوا الحمد لله الاولين على الصعيد العالمي والاولين على الصعيد الافريقي، وان شاء الله اليوم غادي نحتفلوا بهم كاملين لانهم يستحقوا اننا نحتفلوا بهم. احنا كنشهدوا اليوم واحد تتويج عالمي لنادي الشباب للقراءة الذهنية والقراءة السريعة. احنا كنمثلوا نادي القراءة المدينة الخضراء، وكاين مجموعة من أبناء ديالنا اللي شاركوا في هذه التظاهرة، والحمد لله وقع واحد الحدث عالمي أنهم الفريق الوطني يعني احتل المرتبة الأولى عالميا، يعني هناك دول كفرنسا ككندا كفنلندا كإسبانيا، والمغرب كان احتل المرتبة الأولى لهذا الشباب هذا، وهذا التتويج، وكنتمنى أن كاع جميع الوليدات يمشوا في هذه المنحة اللي هو منحة شريف وكيحت على القراءة، وهذا هو يعني من الأهداف ديالنا هو أن القراءة ترجع للموقع ديالها، ونلقاو مجموعة من يعني الشباب المغربي إن شاء الله كيتوجوا بهذه الجوائز العالمية.